اتفضل يا حبيبي. لا كنت عايز اقول لك في حديثك، كان سياده الرئيس لما كان قائد عام للقوات المسلحه كان يتردد في بعض الاوساط ان هناك في الاخوان عايزين يستقطعوا جزء من سيناء لنقل الصراع الى سيناء، فاصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار من وزاره الدفاع بعدم التملك للأجانب او حق الانتفاع في الشريط الحدودي من البحر الابيض الى البحر الاحمر بعمق 5 كيلو. هذا القرار جه صدمه، لان نعرف كان في نوع من المؤامرات واللعيبه الخبيثه اللي كانت بتحاول تورط مصر في ذاك الوقت. نحن مع الاخوه الفلسطينيه في دعمهم، يوم شفنا في المشاكل حتى الان حينما تتصاعد الامور في مصر بتتدخل، ونحن طلبنا ومنشوخ سيناء طلبوا من ازمنه بعيده جدا تقديم المساعده للاخوه الفلسطينيين من فوق الارض وليس من تحت الارض زي ما بيتعمل الان من فوق الارض. ومن فضل الله مصر ما شاء الله مصر مشاركه في اعمار غزه ازاي تمام دلوقتي شغاله دلوقتي والحمد لله رب العالمين. يمكن شركه بناء سيناء بدور كبير جدا ليها في اعمار سيناء. قبل ذلك كان كل البضائع بتيجي لغزه من خلال الانفاق، ثم شفنا شراره الشر اللي جاتنا من الانفاق والبلاء اللي جانا من الانفاق، فتم القضاء عليها تماما من القوات المسلحه وخاصه رجال حرس الحدود ومع الاستخبارات العسكريه انه هذا تماما. لكن القرار اللي قاده القائد العام للقوات المسلحه الفريق عبد الفتاح السيسي في ذاك الوقت كان قرار ايجابي وكان ضروري، ضروري هذا القرار لعدم العبث بامور مصر زي ما حصل. شفنا في السنه اللي اتخطفت فيها مصر، شفنا كانت بتعمل ايه في الشرطه، كانت بتعمل ايه في الجيش، وانا كنت في لجنه الدفاع والامن القومي حينما كنت معين من المشير الطنطاوي رحمه الله عليه، شفنا قد ايه كان بيحاولوا في لجنه الدفاع والامن القومي ان تشكل فرق مجموعه للتفتيش على المخابرات الحربيه والمخابرات العامه، ورفضنا هذا كل الرفض الحمد لله رب العالمين، نلغي هذه المؤامره والفتنه من بعض نواب الاخوان اللي كانوا موجودين في لجنه الدفاع والامن القومي. هذه الامور وامور كثيره جدا كانت مصر حقيقه لولا ربنا سبحانه وتعالى انقذ البلاد، كان شفنا مصر راحت في مشاكل كبير جدا، وبالذات اول المنطقه المرشحه كانت شبه جزيره سيناء. وانتم ما شفتوش انفلات امن عندكم في مصر هنا زي ما شفناه في شمال سيناء، انفلات امني عارم كان في سيناء، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بتكاتف الشرفاء من ابناء سيناء مع القوات المسلحه ومع الشرطه حصل نوع من الانضباط وحصلت الامور. ويمكن قصص كبير جدا كان يعني في ذاك الوقت اللي بيقوم به بعض المغرضين، لكن الحمد لله كلها تلافت كل هذه المشاكل الحمد لله. طيب.